اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلاتنا كلها على قد الايد ان شاء الله. والنهارده هيبقى فيه سمك، بقالنا كتير ما عملناش سمك صح؟ النهارده هنعمل سمك فيليه، سعره حلو حنين كده. هنعمل سمك فيليه ورز، والاثنين هيبقوا مدخن بالفحم، يعني الاثنين هتجيب ريحه الفحم. انا مش هسويه مع الفحم ولا حاجه، لا انا هسوي السمك وهسوي رز حلو جدا بطريقه لطيفه كده، عامل بهارات عليه لذيذ جدا، والاثنين هحط لهم. عارفين لما نعمل كفته بالفحم شبهها بالظبط، بس هسوي السمك لوحده رز لوحده، جمعهم على بعض واديهم فحمه واغطيهم، هتديك ريحه حاجه مدخنه حلوه جدا جدا كانك شويها على الفحم. فانا عندي هنا ايه، زيت بيسخن عشان اقليه. عندي هنا سمك فيليه، ثوم، ليمون، بابريكا، هريسه شطه، ده اختياري، اللي مش عايز شطه ما يحطش، ودقيق وملح وكمون. خلاص نيجي على الرز. الرز هنا عندي رز، كركم، بابريكا، كاري، بهارات، بودره بصل، وفلفل حامي، ده اختياري برضو. تمام، لما بقول لكم الفلفل الحامي ده اختياري، علشان ايه؟ في ناس تحب الحراق، وفي اطفال بياكلوا مش عايزين ياكلوا حاجه حراقه، تشيليها منها ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام، فاول حاجه طبعا هقول كل المقادير تاني مع كل واحده بنشتغل فيها. يعني دلوقتي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده ايه، السمك فيليه غسلينه حلو قوي بميه، حبه دقيق، نحط له بقى البهارات بتاعته. يعني ايه بميه وحبه الدقيق؟ يعني هنشطفها بميه ونحط عليها حبه دقيق ونشطفها تاني، هتلاقي كل الزفاره راحت منها. هنديها هنا توم، حبه توم كده كويسين، عصير ليمون، بابريكا، معلقه صغيره بابريكا. بابريكا دي ايه؟ ده فلفل رومي احمر، رومي مش شطه، يعني ده شبه الشطه بس هو مش شطه، لا ده فلفل رومي احمر، بينشفوه وايه؟ ويعملوه كده زي الفلفل الحامي بنعمله شطه. البابريكا دي هي الفلفل الرومي مش الفلفل الحامي، ومنشفينه وطحنينه. خلاص حطيت معلقه البابريكا كمان كده بتدي فلفل ريحه حلوه. هريسه شطه اختياري اختياري، حط منها معلقه صغيره كده عشان تبقى حلوه، وشويه ملح. معانا منى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نور؟ ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ كتير والله، ربنا يخليكي. ما صدقت برنامج جسم، حصل موضوع نرفزني الصبح وعايزه اكلم حضرتك باقصى سرعه. مين ده؟ والله مدام نجلاء. مين نرفزك؟ والله صاحبتي الصبح، رحت اول ما ودي ولادنا الحضانه. فبتشكي لي من حماتها مدام نجلاء مر الشكوى، يعني ما بتسمعش كلمه مدام نجلاء تحمد ربنا ولا تشكر ربنا ابدا عليها، كنت عايزه تسيب البيت وتمشي. ليه كده بس؟ والله مدام نجلاء وحياه ربنا انا زعلت على زعلها، اللي هي صديقتي اللي انا كلمتك من فتره وقلت لك ونعم الصديقه ونعم الاخت. ايوه هي دي اللي انت شكرتيني فيها دي قوي. ايوه اه مدام نجلاء نسيتها زي الزفت، فانا برجو من كل حما. وعارفه اقول لحضرتك دي تاني واقع، يعني برضو من شويه كنت في الشارع قابلت واحده صاحبتي جالها السكر بسبب حماتها. يا ساتر يا رب. والله العظيم يا مدام نجلاء بصراحه يعني انا عظاهم، لان انا عشت التجربه دي 10 سنين.
خد بالك؟ ايوه عليك يا مدام نجلاء، كلميهم الناس ديت ما تتدخلش في حياتهم، سيبهم يعيشوا حياتهم زي ما هم عاشوا حياتهم. طيب هي صاحبتك انت قلتي انت بتشكري فيها وهي كويسه قوي، جداً. هي كويسه مع حماتها زيك كده؟ جدا يا مدام نجلاء، وهي الست دي ما عندهاش غير ولد وبنت بس. وعندها معاش، ما بتشتركش حتى كيلو سكر في البيت، كل حاجتها لبنتها لبنتها لبنتها. ما بتشتركش مع ابنها في اي حاجه، بتاكل وتشرب ما بتشكرش وما بتحمدش، نفسيتها يا مدام نجلاء متدمره. طب انا هقول لك حاجه، بصي ايه انا بصي، هي خليها لله، معلش هي لازم تخليها على نفسها، ما تجيبهاش على اعصابها قوي. قلت لها مدام نجلاء انت عندك اولاد في اعمار مختلفه ومحتاجين لك، هيجي لك سكر وهضغط. والله قابلت صاحبتي الثانيه نفس الطريقه، والله مدام نجلاء عيانه وشها اصفر مش قادره، تقول لك اللي بره اللي ما بيجوش ما بيخدموهاش، هم اللي حلوين وهم اللي كويسين، لكن اللي انا اللي بشيله وبخدم مفيش، حتى مش سامعه كلمه شكر واحده. مش مهم تسمع كلمه شكر، ربنا هو اللي هيديها، خلي بالك. قلت لها نفس الكلام مدام نجلاء، بس برضو انا كنت في نفس الوضع، حابه ان انا اسمع كلمه يعني تخفف عني حتى. معلش انا اللي كنت بخدم وبشيل وبعمل، اللي بره هم اللي حلوين، وانا اللي في البيت انا ما بعملش حاجه، انا ما بجيبلهاش ما بخدمهاش، فكانت نفسيتي فعلا متدمره، فانا حاسه بيهم. معلش بصي انت لما تجيبي على نفسها شويه، معلش هي لازم تعمل كده، اصل احنا مش هنقدر نربي الكبار تاني، يعني احنا بننصحهم ونقول لهم ايه، معلش لا، وخلي بالكم من مرات ابنك وخلي بالك منها وراعيها وخليكي حلوه معاها عشان ابنك كمان يبقى مستريح، بس في ناس الكبار احنا مش بنقدر نربيهم، مش هنقدر نربيهم من تاني، فاحنا لازم نيجي احنا على نفسنا شويه معلش، وكل ده تحتسبه عند ربنا ثواب، يعني خلي نيتها كده تقول لك انت يا رب، شوفي ربنا هيجازيها خير ازاي، ولا هتعيا ولا هيجرى لها اي حاجه، وهتبقى زي الفل ان شاء الله، بس هي تخليها في دماغها كده ان هي معلش هتساعد حماتها وتراضيها برضه مهما التانيه ما شكرتهاش، مش مهم تشكرها، احنا عايزين ثواب من ربنا اكتر من الشكرانيه، فهي معلش قول لها معلش اصبري واحتسبيه عند ربنا، قولي يا رب عشانك انت يا رب، فهتلاقي كل حاجه ماشيه معاها زي الفل، وربنا هيساعد، قولي يا رب تدعي، عشان طبعا الناس الكبار احنا مش قادرين نربيهم من تاني، معلش احنا بننصح ونقول انها معلش هي ان شاء الله هتبقى كويسه جدا. مفيش حاجه بتروح عند ربنا ابدا، عملت قليل عملت كتير كل ده عند ربنا موجود. واللي بيعمل خير هيلاقي خير من اي جهه بقى ان شاء الله. ان الله مع الصابرين، ان شاء الله على خير. طيب نرجع لأكلنا تاني علشان نقول احنا عملنا ايه. احنا عملنا هنا السمك بقليه، تمام، حطي حل عشان الرز كمان، وانا بقليه اشتغل في الرز. السمك فيليه، حطيت السمك الفيليه، حطيت له توم، ملح، كمون، فلفل، هريسه شطه، بابريكا، كل ده عليه. سيبيه طبعا الاحسن تسيبين حوالي نص ساعه على الاقل، وبعدين ابداي اقليه في الدقيق ونقلي بس كده، نسيبه لما نيجي نقلي السمك فيليه او سمك عادي لازم تسيبيه على الجهه اللي هو عليها دي لغايه ما تحس ان هو استوى تماما، وبعدين تقلبيه. ليه؟ انت لو جيت تقلبيه دلوقتي وهو لسه ما استواش تلاقي القشره فصلت عنها او اتهرى منك، لا انا سيبها الجهه اللي نزل عليها السمك، سمك بولتي او سمك فيليه او اي حاجه، تستوي كويس جدا جدا وبعدين نقلبها، تمام؟ بس كده. معانا سوريا. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ نحمد ربنا الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. عايز اسال حضرتك سؤال بس. موري. بالنسبه للفلفل الرومي والاحمر والاصفر والحاجات دي الكبيره، هل ده فيه هرمونات يضر بمريض الهضم مثلا؟ لا طبعا. لا ده فلفل طبيعي، فلفل طبيعي جدا، بس هو عشان بس كبير كده ومليان ميه دي صوب، بتبقى صوب. لا لا ما فيهاش اي حاجه، دي صوبه، ده بيبقى ايه فلفل رومي صوبه، هو زرعته كده ما فيهاش اي حاجه ان شاء الله. اصل انا عندي ما تبني عماله تقول لي انت تعبانه وبلاش تاكلي ده. لا مين قال كده؟ ده فلفل مغذي، الفلفل فيه فيتامين سي جامد جدا، برضه اسالي دكتور، برضه هقول لك اسالي دكتور برضه، بس هو ما فيهوش اي حاجه ان شاء الله، ده خضار عادي جدا وفي فيتامين سي حلو جدا جدا، فان شاء الله ما فيهوش حاجه. ماشي، بصي هاتي حبه زيت هديها شوربه، بسم الله الرحمن الرحيم، شوربه ايه قد الرز، يعني هعمل دلوقتي 3 كوبايات من الرز هديها 3 كوبايات من الشوربه او ميه، بلاش شوربه. ماشي، عندك شوربه استعملناها، ما عندكيش شوربه ميه، وممكن مكعب مرق، تمام؟ معانا مين؟
معانا هبه. يا هبه. ايوه. ايوه ازيك يا هبه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. يا هبه. ام سامح. ايوه حبيبتي، ما انا شايفه في واحده تانية اسمها هبه بتكلمها. لا معايا انت. مين معايا؟ ام سامح. انا عايزه مدام نجلاء. انا معاكي، انا معاكي. اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ ازيك، عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انا معجبه بيكي جدا والله. ربنا يخليكي. انت اخبارك ايه؟ والله احنا بعمل كل الاكلات لان انا ست كبيره، بس والله انا يعني مش عايز اقولك على ما بقدر بعمل يعني. ربنا يديك الصحة يا رب، ربنا يديك الصحة. يا رب يخليك، يا رب يخليك. الله يكرمك. انا كنت عايزة، انا فاكرة ان انا بتكلم على الهوا. هتكلم على البنت. انت على الهوا على فكرة دلوقتي. انت على الهوا، اتفضلي. انت على الهوا حضرتك. والله طب يا حبيبي قولي اللي انت عايزاه. بس عايزة ارد على المدام او البنوتة اللي اتكلمت دلوقتي. وبتقول زعلانة من حماتها واصحابها. انا شايفه الاسباب هي لو امها مش هتزعل منها. لان هي بتقول بتعمل وما بتشكرهاش. ده مش سبب يذاع التلفزيون. زي مثلا انا عليكي، كنت قاعده وتعبانه وكده، ومرات ابني سلمت عليا وانا قاعده، راحت قالت لكل الدنيا حماتي سلمت عليا وهي قاعده. لا انا عمري 70 سنه. لا ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه. يعني هي لو مامتها سلمت عليا وهي قاعده هتروح تتكلم وتقول لماما سلمت عليا وانا قاعده؟ لا 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 طبعا مش سبب. لا لا هي الثانيه وقالت دي حماتي مش دي امي. انت عارفه حضرتك الدنيا هتبقى جميله وحلوه يا رب، يعني ما تحطيش حماتها تحت الميكروسكوب. كل كبيره وكل صغيره. ايوه تمام. واخده راحتك. انا يعني حما لثلاث رجاله ما شاء الله وثلاث ستات، يعني كلهم الحمد لله كويسين، بس عايزه اقول لك حاجه صغيره زي دي حصلت. ما ينفعش. انت واخده بال حضرتك؟ ايوه ايوه. لا بس هي الثانيه مش بتقول، ده بتقول اقل حاجه، يعني بتقول اقل حاجه انها تبقى كلمه شكر بس، هي قصد مش اكتر من كده. وانا فهمتها خلاص، هي هتبقى كويسه ان شاء الله، مش هتستنى كلمه الشكر، وهتعمل اللي عليها، مش هتستنى حد يعمل لها حاجه، هي هتعمل اللي عليها ان شاء الله، وربنا يهدي حماتها برضو ان شاء الله. ام احمد معانا. ايوه ايوه. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. واحنا بنشكرك على اكلاتك الجميله. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. يخليكي. انت عامله ايه؟ احييكي واحييك اسره البرنامج. ربنا يخليكي يا رب، متشكره جدا ليكي. الله يكرمك. وعايزه ارد على الست اللي بتتكلم على حماتها دي. انا كنت مرات ابن عماتي. خدمتها 13 سنه. ايوه. بكل حب وكل تقدير، وهي كانت بتعاملني احسن من ولادها كمان. ماشي، ما هي دي حلوه. احنا بقى بنشوف ايه. عايزه افهمها ان الحاجه اللي بتخرج من القلب بتخش القلب. تمام. من القلب بتخش القلب، واللي بتطلع من اللسان بتخش على الودان. فلازم تعملها من قلبها بكل حب. عشان هي زي العجينه في ايدها. انصحيها بقى، انت قولي لها تعمل ايه. ما انا بقول لحضرتك. يعني انت اصلا حما بتشوفي ايه اللي انت بيبسطك؟ انت بتنبسطي من ايه لما مرات ابنك تعملهولك؟ احنا عايزين نوصل الطرفين ببعض عشان ما نرجعش الايام زمان تاني. انت مرات ابنك بتعمل لك ايه انت بتنبسطي منه؟ اتقطعت ولا ايه؟ ما احنا عايزين بقى ايه؟ يعني الطرف. بصوا احنا جينا هنا عملنا ايه بقى؟ الحما هتدافع عن ايه؟ عن الحما، والبنات هتدافع عن البنات، فاحنا عايزين نوصل الطرفين ببعض. صدق بالله صح ان ممكن في الاخر يطلع الراجل هو السبب، وبيقول عايزين ندخل الرجاله في الموضوع، هو عنده حق، بعد كل المشكله دي يطلع الرجاله هي السبب، صدق؟ لا انت عندك حق. ليه بقى؟ ليه الرجاله هو السبب؟ يعني انا برضو طبعا. سادات غلابه غلابه. الراجل ده لو هو سياسي كده ويروح يراضي مامته
وبعدين يروح يراضي مراته، ويعني لازم يبقى فيه شوية كده من السنسات. لا طبعا، هو لما يروح يقول لمامته معلش استحملي مراتي، ولما يروح يقول لمراته معلش استحملي مامتي، هتلاقي الاثنين ايه، كل واحد حاسس من ناحيته ان هو غلبان يا عيني، لايز من الطرفين. انما لما يجي يقول لمراته لا غصب عنك هتستحملي امي، ما انت بتوقفها في سكه مش هي. انما لما تيجي تقول لها معلش استحملي مامتي، دي واحده كبيره ويا مربتني ما اقدرش، واللي ملوش خير في مامته ملوش خير في حد، هتلاقي الموضوع لان جدا جدا. هتروح تقول لمامته معلش يا ماما عامليها حلوه عشان انا مستريحه انا كده تعبان، هتلاقي الموضوع ايه لان من ناحيه مامته. انما يجي لمامته يقول لها لا دي مراتي ومحدش يكلمها وحش، يجي لمراته يقول لها لا دي مامتي وغصب عنك هتستحمليها، ما انت هتخلي فيه شد جامد جدا. طيب فاصل ونريح. فاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، والفاصل اللي فات عملنا ايه؟ حمرنا السمك. حمرنا السمك بايه؟ حطينا له توم وملح وهريسه شطه وبابريكا وكمون وعصير ليمون، وبدرته كده بالدقيق وحمرته في الزيت. سهله؟ زي ما بنعمل اي سمك، بس زودنا عليه حاجتين، هريسه شطه وبابريكا بس كده. يعني انت معاك، احنا لما نيجي نعمل اي سمك بنحب نتبله بايه؟ بملح وكمون وتوم وعصير ليمون، صح كده؟ واحنا مزودين ايه المره دي؟ زودنا هريسه شطه وزودنا بابريكا وخلطناهم ببعض كلهم بالطريقه دي، وبدرتهم بالدقيق وقليتهم في الزيت. سهله؟ سهله جدا ان شاء الله. طيب نعمل الرز. الرز بتاعنا عباره عن ايه؟ انا حطيت هنا حبه زيت مع شوربه او ميه، هديهم بودره بصل، معلقه صغيره بودره بصل، معلقه صغيره بهارات، معلقه صغنونه قوي ماشي، معلقه صغيره بابريكا وكركم وكاري وفلفل حامي لو عايزه، مش عايزه خلاص ومش لازم، خليهم يغلي كل البهارات مع بعض كده، واملحها طبعا، يعني بخلي البهارات تغلي مع الميه او الشوربه تمام، واديها التمليحه بتاعتها. انا هنزل 3 كوبايات من الرز، حطيت لهم 3 كوبايات من الشوربه، واديهم معلقه ونص من الملح صغننين، وهنزل عليهم بس غليت خلاص الشوربه او الميه اللي فيها كل البهارات، اديها الايه الرز واقلب كده. معانا ناديه. مساء الخير. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ ازيك يا قمر؟ الله يخليكي، عامله ايه؟ الله يسلمك، الحمد لله. الحمد لله. انا كده معادله بسيطه قوي بين مرات الابن وحماتها. قولي. انا عشت مع حماتي 21 سنه، كانت انسانه فوق الرائعه. ما شاء الله. وكانت بتعاملني زي ولادها بالظبط، وانا اما كنت بشوف منها حاجه كنت بتنازل عن حقي، لان هي قدامي انسانه كويسه. انا اتنازل وهي تتنازل. أصبحنا عايشنا مع بعض 21 سنة ما حصلش بيننا الحمد لله ولا مشكلة، هي في رحمة ربنا، ربنا يرحمها يا رب. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمها. فليك يعني الطرفين ما يتنازلوش، كل واحد يتنازل مرة. الحياة هتبقى جميلة وسلسة. ده من أول ما اتجوزتي؟ من أول سنة جواز؟ من أول سنة جواز والله. أصل ده المشاكل تبقى أول سنة جواز دي. أنا كانت والدتي متوفية وهي كانت جارتي، بس راحت بقى إن هي أمي وحماتي ما شاء الله كل شيء، هي راعت كده، ما ده حاجة كويسة جدا. أنا راعت إن هي أمي فعلا. ما إحنا عايزين نراعي إن الحما تخلي بالها إن دي مهما كان بنت صغيرة. أنا حما عندي 65 سنة. ربنا يديك الصحة. أكيد أنت كويسة جدا مع جواز بنات، مع بنات يعني أكتر مع البنات صح؟ طبعا مفيش فرق بينها وبين بنتي خالص. ما شاء الله. دي طبعاً. حاجة مهمة جدا جدا على فكرة، يعني لازم إن الحما دي تقول دي بنتي، دي زي بنتي، دي مهمة قوي، والبنت تقول دي زي مامتي. لو احنا وصلنا المعادلة دي هتبقى خطيرة، بس انا لازم ده دي زي مامتي، انا ارضى ان مامتي تتعامل كده. طب مامتي غلطت فيا، ما ياما الامهات بتغلط في بناتها، اما اجي اعملها اقول لها مامتي غلطت فيا هعمل لها ايه؟ بتسكت صح؟ لما تلاقي هي ست مؤدبة اكيد التانية هتتكسف، ما احنا كلنا بني ادمين يعني، ما هياش شرسة. اما تلاقي هي غلطت فيكي وانت بقيتي مؤدبة وسكتي مرة، مش هقول لك واثنين وثلاثة، هي كده تتكسف.
من نفسها وهتعاملك حلو جدا ان شاء الله. معلش عشان كده بقول لازم نصبر ليه، مره اتنين تلاته اربعه كل ده في ميزان حسناتك، وهي لازم هتلاقي لا اللي انت خلاص ده انت كويسه وقلبك ابيض وبتنسي، هتلاقي المعادله ظبطت جدا. احنا كتير الام مع بنتها بتتخانق وبتزعل وبتضرب وبتشتم وتعمل كل حاجه، بس في الاخر بتلاقي ايه البنت قالت دي مامتي مش قادر اعمل لها حاجه، والام بتسامح عشان دي بنتها خلاص بتسامح. احنا عايزين نوصل الطرفين، لازم يوصل لكده، ده يسامح ده، ده يعتبر بنتي مهما غلطت انا بسامحها، والحما نفس الحكايه مهما عملت فيكي معلش سامحيها اعتبريها مامتك، دي لازم نوصل، مهم قوي قوي. طب انا عايزه اعمل هنا حاجه حلوه قوي برضو عشان نصلح الجو مع بعضيكم بقى ان شاء الله على خير. عايزين نعمل مربى فراوله. مربى فراوله بايه؟ احنا عملناها قبل كده. هنعمل مربى فراوله بالكيوي. بص الكيوي ده، ده كيوي انا بشراه يعني اشر كيوي بتاعنا. يا ريتني بس جاب واحده سليمه، معلش ما فيش معايا واحده سليمه. انا هنا عندي كيلو من الفراوله، كيلو فراوله عليه من 10 ل 15 حبه كيوي حسب حجمها. الكيوي سعره معقول جدا، وهتجيبي كيلو من الفراوله عليه من 10 ل 15 حبه كيوي، و10 كفايه كمان مش مهم 15، هتطلع لك الكميه دي لما تكون حجمها معقول. حلو جدا، هتقشريه ونبشره مبشره البصل، تغسليه طبعا تغسليها حلو جدا جدا وتبشريها بيه. ومعانا عصير ليمون ومعانا ايه سكر، حوالي 4 كوبايات من السكر يعني كيلو سكر. هنيجي نعمل ايه؟ طبعا الاحلى احلى جدا جدا اقلب كل ده على بعضه والسكر واحطه في الثلاجه لتاني يوم. يعني احط الفراوله على الكيوي على السكر واقلبهم مع بعض واحطهم في الثلاجه لتاني يوم. ماشي؟ انا دلوقتي ايه هجيب هنا كده الحله قدامي عشان سخنت، بس ادي السكر كيلو من السكر كيلو من الفراوله مقطعينها ماشي، من 10 ل 15 حبه كيوي قشرناها وبشرناها، وقلب ده كله مع بعضه. احنا عندنا وقت هنعمل ايه؟ هنقلب ده كله، هيديكي مربى تحفه. يعني عارفه المربى اللي هي ايه، لا مسكره ولا مزه، المزازه بتاعت الكيوي بتديها حاجه حلوه جدا. اقلب ده كله مع بعضه كده واروح حطاه فين؟ في التلاجه لغايه تاني يوم. انا طبعا هنا مش هحطه في التلاجه لتاني يوم، انا هنا هحطه على النار عشان مستعجله. ماشي؟ اقلب فيها كده. معانا حد ولا ايه؟ ولا قفلت؟ طب معانا ام اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا ستي؟ الكل منوره الشاشه. ربنا يخليك، ازي حضرتك عامله ايه؟ بصراحه شجعتيني على الحلو كله. ربنا يخليك يا رب. تسلم ايديك وعينيك وكل حاجه. الله يكرمك، الله يخليك، شكرا ليكي جدا. اولا معايا بنوته عندها 24 سنه ما بتتكلمش ولا بتسمع، بص واقفه قدام الشاشه بتستنى حضرتك ليل ونهار. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليها لك يا رب. اسمها محمد سعيد. ربنا تحياتي ليها، تحياتي ليها كتير. بصي بتعز حضرتك جدا جدا جدا. الله يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليها لك. بقول لحضرتك ايه؟ انا ليا تعليق على المدام اللي بتعلق على الحمل. قولي لي. انا اولا معايا شباب وكنت لسه خاطبه لابني وما حصلش نصيب. جبت لها الحلو كله. وعملتها معامله كنت عايزه بنتي ليا. مش عايزه مرات ابني. حسست ابني ان انا غيرانه منها وانا لسه على البر ما عملتش اي حاجه. طب وانت عملتي ايه لما هي عملت كده؟ بص حضرتك انا بقول يا ابني حب الام حاجه والزوجه حاجه. طبعا. بص هو ما حصلش نصيب اولا، الخطوبه اتفركشت. كل حاجه حلوه جبتها لها، كل ما اكلمها تطلع لي لمؤاخذه لسانها. مش عارفه اعمل ايه، يعني مخليه ابني خايفه على حد يقول لي انت ابن والدتك او كده. كرهته فيا. طب انت ما صبرتيش عليها؟ نعم. ما صبرتيش عليها؟ يعني اعتبرتيها مهما ياكل عياله صغيره ما عندهاش خبرات؟ يا حبيبتي والدتها كل ما اقول لها حاجه، انا عمري ما وقفت مع البنت في مشكله ولا زعلتها ولا قلت لها اي حاجه. اما ايه اللي فشك الموضوع بقى؟ اما اجي ارد على والدتها، والدتها تقول لك انا بنتي كده واحنا كده. وابني كويس وغلبان جدا ومتقطعين وبطريقه رهيبه. طب وانا بصي قولي من ساعتها ابني مش كويس معايا وبيضايقني جدا. هو حاسس ان انت السبب ولا ايه؟ انا مش السبب في اي حاجه. لا هو حاسس بكده يعني؟
بصي اخر يوم قبل اخر قبل العيد باسبوع انا بكلمها في التليفون بتقول لي والدتها لما اصدر كلمه على ستي كذا كذا شتمتني. بقول لها بنتي بتشتمني، قالت يا رجل شتماني عيله على الخطوه وتشتم حماتها. تعملي معاها ايه بعد الجواز؟ بصي والله العظيم انا لو منك هطنشيها، بس سيبيها هم حرين مع بعض. هو انت هتعيش في بيت واحد؟ طب وابنك عمل ايه صحيح؟ بصي المخرج بيسال. شفتي كنا عايزين نعرف ابنك عمل ايه في الموضوع ده. طيب معلش حصل خير ان شاء الله، احنا عايزين برضو نصبر على البنات. بصوا كده معانا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. لا وبركاته، ازيك يا عمر؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. عمر يا عمر، انا بحب والله اكلك قوي، بقلد كل حاجه. طيب تطبخ يا عمر؟ انا بحب الطبخ بس مش قوي يعني. لا بتساعد ماما يعني ولا لا؟ لا انا بحب اعمل لوحدي، ما بحبش اعمل مع حد. لا والله بتدربك المطبخ يعني؟ لا اما تكون مش موجودة. يعني ماما مش هنا انت بقى تشتغل في المطبخ. طيب ماشي يا عمر، ليك اي سؤال؟ ممكن اسأل طاجن الكشري بالفراخ. طاجن الكشري بالفراخ؟ طب هشوفهولك. حاضر ماشي يا عمر، شكرا ليك. بصوا كده هحط بقى هنا ايه، عصير ليمونة. ماشي، يعني ليمونة وعصيرها طلع منها معلقتين، زي ما تيجي بقى نص ليمونة كبيرة ليمونة على بعضها، المهم طلع لي معلقتين عصير ليمون. يبقى انا كده المربى دي حسيتها بقى ايه، تاخد وتدي مع بعضها لاخر الحلقة. هنا حطيت ايه، كيلو من السكر، كيلو من الفراولة، من 10 ل 15 حبة كيوي جبتهم وقشرتهم وبشرتهم، حط ده كله على بعضه، حطه في التلاجة، اجي تاني يوم انزلهم في الحلة وعليهم معلقتين عصير ليمون واسيبهم ياخدوا يدوا مع بعض، بس كده. معانا هدى. ايوه صباح الخير يا مدام نجلاء. صباح الفل، ازيك حضرتك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ فينك والله ومحبين المطبخ، بحبك جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليك. انت عامله ايه؟ مفيش حلقه بتفوتني من حلقاتك والله. نوراني، ربنا يخليكي. الله يخليكي. ممكن اعمل اهداء لو سمحت؟ طبعا اتفضلي. بهدي اهداء لخطيبه ابني، اقول لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادها، هاله حبيبتي من المنوفيه. ربنا يخليكوا لبعض يا رب. الله يخليك. وبهدي اهداء لاختي واقول لها سلامتك وتمني لها الشفاء العاجل يا رب ان شاء الله، ربنا يشفيها. شكرا ليك وتحياتنا ليك ولخطيبه ابنك، ربنا يهدي الحال ان شاء الله. ده انا كنت قلت خلاص عصر الحموات خلص، بس هو والله ان شاء الله كله هيهدى وكله يتواصل مع بعضه، بس كل واحد يعني يجي على نفسه شويتين ثلاثه هتلاقي الموضوع يعني واقي. نصبر ونفوت، نزل كل كلمه ندق عليها، ما نسمعش الكلمه نقول دي قالت كذا ودي قالت كذا، لا دي قالت، نفوت الكلام، الكلام يعني مش بيلزق يا جماعه. اما نقف لبعض على الواحده كده هتبقى حرب يعني. طبعا انا ما حطيتش ولا نقطه ميه هنا على الايه؟ على المربى دي، ولا نقطه ميه، هي بتاخد وتدي مع نفسها. معانا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام احمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ استناك كل يوم يا مدام نجلاء. ربنا يخليكي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ كل يوم نسمع الاكل الجميل اللي انت بتعمليه. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا مرات ابني قاعده جنبي بعملها كويس. وهي بتعاملك ايه؟ وهي بتعاملني كويس. طيب يا رب يهدي الحال يا رب ان شاء الله. امين يا رب. الحمد لله. حلوه الحاجات الايجابيه دي يا جماعه عشان ما يبقاش كله بقى كده. شكرا ليكي. والله يا جماعه اي حد ممكن يكسب لو قدامك ايه انت ممكن تكسبي. انا بكلم الحما وبكلم البنت، مهما كانت شراسه اللي قدامك، بذوقك، بادبك، باخلاقك العاليه، هتكسبي اللي قدامك، هتحرجيه، الحما او البنت. انما ان احنا نعاند في بعض، لا، احنا مهما يكن رد فعل اللي قدامي، انا ابقى ذوق، ابقى مؤدبه، ارد رد حلو، مهما كان الرد اللي قدامي سخيف انا ارد بادب، هحرجه
او ما ردش خالص. فاهمين ازاي؟ يعني نتواصل من الناحيه دي بس، دي اهم حاجه. اكسب اللي قدامي ده مهما كان شرس، مهما كان اخلاقه مش حلوه، انا اقدر. لازم تحط نفسك كده وعندك اراده قويه، انا اقدر اخليه عاملني حلو، اقدر اخليه مهذب معايا، اقدر اخليه ما يقوليش كلمه تضايقني، كل ده بالادب والذوق والاحترام. يعني مش كل ما مرات ابني تعمل حاجه اروح اجري على ابني اقول مراتك عملت كذا، مش كل ما حواتي تعمل حاجه اجري على ابنها واقول لها مامتك عملت كذا. ما نعملش مشاحنات، دي اهم حاجه. يعني نهدي الحال يا رب ان شاء الله. معانا اسماء. يا اسماء، يا اسماء، ما تدخلش حماده في الموضوع. معانا ام انس. ماشي يا ام انس. طيب انا هسيب، ههدي النار على المربى، هدي النار عليها خالص واسيبها تعيش معايا، وهطلع في فاصل ونرجع لكم وصفاتنا بعد الفاصل. وفاصل ونواصل على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مكعبات البطاطس اللي بالجبنه. عندنا بطاطس قطعها مكعبات كده، وعندنا بصل، جبنه رومي مبشوره، جبنه موتزاريلا، ثوم، جوز الطيب، وسمنه روابي، وطبعا ملح وفلفل وكمون زي ما انت عايزه. هنيجي هنا بقى نقطع بطاطس مكعبات كده. مالها البطاطسيه دي؟ مش حلوه. طب بطاطس عامله زي البطيخه. ماشي، قطع بطاطس مكعبات. هنعمل ايه بقى؟ بص، طريقه لذيذه جدا وطاجن حلو قوي، سهل وبسيط. معانا عايده. يا عايده، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه؟ اول مره اكلمك، ونفسي اكلمك من زمان. نورتيني، اهلا وسهلا بيكي. الله يخليكي، منوره. الله يخليك يا حبيبتي. كل اكلاتك يعني مش كلها كلها، بس يعني اللي بتاعتي بعمل. ما انا بعمل كل حاجه سهله بقى. مش كل حاجه سهله. في حاجه صعبه؟ لا كله سهل. طيب الحمد لله. مع حضرتك كله سهل. الله يكرمك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك. اموري. اولا الكلام عن الحموات ده يعني حاجه صعبه جدا. عشان طبعك مش زي بعضها. طبعا. لا ما احنا بنقول كده طبعا. لا مش كل الحموات اكيد. والنفسيات مش زي بعضها برضه. طبعا طبعا. اكيد. ففي حموات بتحس ان مرات الابن دي خدت ابنها منها. خصوصا لما يكون وحيد. لا، ولو عندها كتير برضه. يعني هي تقول لك ايه، انا ربيته وكبرته ومش عارف ايه، وبعد كده في الاخر جت واحده خدته. امال هي خدت مين؟ مش هي خدت واحد برضه؟ ما هو انا نفسي ان هم يفهموا كده. ما هي واخده واحد برضه متربي وابن ناس برضه. ومامته برضه مربياه وتعبانه فيه. طبعا. أكيد. يعني فدي بتبقى صعبه. انا متجوزه بقالي 30 سنه. ما شاء الله. ومعايا ثلاث بنات. ربنا يديك الصحة. الحمد لله، مجوزة بنت منهم. والحمد لله بتعامل حماتها كويس جدا جدا. ما شاء الله. الحمد لله، حتى لو ضايقتها. معلش. اعتبريها أنا. صح، الله ينور عليكي. حلو جدا. لا يا حبيبتي، بصي هي برضو هي مش حاسة هي بتعمل إيه. هي فاكرة إن هي بتعمل صح. أيوه أكيد. أكيد مش هتغلط نفسها. بس ممكن واحد يعني ينبهها. أنا حماتي الله يرحمها كانت ست يعني في منتهى الذوق والاحترام. يعني هو في الاول ما كانوش متجاوبين معايا عشان ما يعرفونيش ما انا بقول كده ان اول ما او في الاول ما حدش يعني انا مش عارفاكي وانت مش عارفاني. ولو قلت كلمه هقول لا دي قصدها. واخده بالك ازاي؟ انا من محافظه ثانيه وهم يعني مش من معايا يعني هم كانوا من قريه ثانيه. وانا من القاهره. فايه ايه ده جاب لنا واحده من مصر. ايوه. النظام ده. فانا بقى ايه يعني قلت لا انا لازم اكسبهم طبعا. الله ينور عليك. عشان طبعا عشان خاطر جوزي، طالما جوزي كويس معايا. ومش كويس حتني، هو كويس كمان يعني. بس هو لا بس هو ليه ايد، ليه ايد في الموضوع. أكيد. ده طبعا. اكيد اكيد.
غير لما يجي يقولك لا انت لازم تقبلي مامتي، لازم هو انت غصب بقى عنك هتاخدي بالك منها وغصب عنك هي فرض عليكي. تمام؟ رحتي فين؟ شفت بقى، هي برضو من ضمن الحاجات ان زي ما قلنا الرجاله لهم يد في الموضوع كبيره جدا. السياسه مهمه. بص هنا بقى حط ايه، خدت معلقتين من سمنه روابي، بصلايه كبيره بشويه ملح، شويه ملح وفلفل. كلمينا تاني معلش. فلفل اسود معانا. سهير صباح الخير. صباح الفل، ازيك؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ الله يخليك، ازي حضرتك عامله ايه؟ منوره الشاشه والله. الله يكرمك، الله يخليكي. بصراحه ربنا يعني ست زي العسل. الله يكرمك يا رب، ده من ذوقك والله، ده من ذوقك. بقول لك يا مدام نجلاء، اموري انتوا بتتكلموا على الحموات والحموات والحموات، انا بقى كحما وابني الوحيد، ابني الوحيد، بعمل لها كل ما يتخيل في ذلك وحياة ربنا، وهي كل حاجة حلوة بعملها لها، أكلها يعني البوستيك أنا أعمله لها وأوضبه لها ما شاء الله، الأطباق وأوضبه لها، ومع ذلك ما بترفعش التليفون تقول لي شكرا يا طم. هي عندها قد إيه؟ عندها 21 سنة. طب ممكن تربيها على فكرة؟ أربيها إزاي؟ يعني لا بستشيرك. يا حبيبتي كل حاجة حلوة ما بتجي لي يا مدام نجلاء، بعمل لها الحلو كله ما شاء الله عليك، ما بتشيلهاش من جنبها الكوبايه، ما بتشيلهاش من جنبها. لا نبهيها، في ناس ممكن تعمل حاجه مش واخده بالها. وفي نفس الوقت ما بقدرش اعمل حاجه عشان ما ازعلش. لا لا ما هو ماشي، الله ينور، انت واحده عاقله ما شاء الله عليك، الله يزيدك يا رب يعني ان شاء الله. بس عادي زي بنتك بالظبط، نبهيها قول لها يا حبيبتي لا ساعديني، لا شيلي الكوبايه، مش عيب، مش عيب ابدا. لا ما يعني ما انا عايزه اقول لك حاجه يا مدام نجلاء، انت المفروض شايفه حاجه زي كده، يعني انا عندي بنتين مثلا يرصوا السفره يعملوا حاجه، طب ما انت ما تقومي معاهم قولي لها، قولي لها والله ممكن مش واخده بالها، قولي لها تاخد واخده بالها جدا، لدرجه بناتي بيقولوا لها قومي واحنا هنفضل نخدمك، ما تقومي بهزاره كده عادي. قول لهم ما لكمش دعوه، انا بسالك طب الحما هي كويسه وبتعمل كل حاجه، الناس كلها بتقول الحما وحش، انا اقسم بالله العلي العظيم وحياه ابني انا فعلا بعملها بما يرضي الله ما شاء الله، انا ما بلاقيش ان حتى يعني لو عرفت ان انا تعبانه ببقى حموت، ببقى نفسي تتصل بيا وتقولي سلامتك يا طنط، هي هبقى في منتهى، بس ما بيحصلش. هي بلد ايه متجوزه؟ طيب ابني انه بيقول لها اسالي على ماما. معلش هي بلد ايه متجوزه؟ بقالها 30 برضه مش كتير، ومعلش هي سنها يعتبر عيله صغيره لغايه دلوقتي بالنسبه لنا عيله صغيره، فاحنا ننبهها ونربيها من جديد على ايدينا، لا قولي كذا، لا اعملي كذا، معلش استحمليها شويه. وطبعا هي من جهتها هي هتخلي بالها، انت ذوق معاها جدا انت واخواته البنات، هي غصب عنها هتبقى ذوق وهيتحول كل ده ان شاء الله، وهتلاقي زي الفل معاكي، اصل عمر الحلو والله كل ما هيلاقي وحش ابدا، حتى لو ما عملتش اي حاجه ولا سالك، انا ما بقولش ليه بنقول عشان مش عايزه له مشاكل. ايوه الله ينور عليك، انا شايفاه كويس خلاص، مش مهم، مش عايزه حاجه منها خالص، ربنا يديني الصحه واعمل واسوي يا رب. بس في يعني ذوق، في اولوياتي، او الام هي المفروض يا مدام نجلاء اللي توجه، سيبك من امها، ما احنا ماشي احنا عندنا الام توجه، زي ما اللي مكلمتني من شويه بتقول انا بقول لبنتي لا اعتبريها زيي، حلو جدا، مامتها مش واخده بالها من حركاتها، انت واخده بالك، قولي لها، قولي لها معلش شيلي الكوبايه من جنبك دخليها جوه، واحده واحده هتلاقي الموضوع ماشي يبقى زي الفل، انت ست طيبه وكويسه، لازم هتلاقي الطيب والكويس، خلي بالك لازم ان شاء الله، فما تيأسيش معلش، واحده واحده معاها، عيله صغيره متجوزه جديد، واغلبيه دلوقتي اللي متجوزين ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه، ليه؟ من الدراسه، ليه الجواز؟ ما دخلتش مطبخ مامتها، ما عرفتش مامتك على طول هي بتساعدها بتشيل لها ده وتحط لها ده، فده معلش نستحمل سنه اتنين تلاته اربعه الامور زي الفل، الحلو ولازم يلاقي حلو ان شاء الله، فمعلش يعني قولي لها وشيلي نبهيها، التنبيه مهم جدا جدا، لان ممكن واحد واخد على كده، فلما يجي بقى ايه يخش بيت جديد هو واخد على كده ان هو مش بيشيل حاجه من مكانه، بيت مامته بقى ما بيشيلش حاجه واخد على كده، فبيجي غصب عنه مش واخد باله هيسيبها مكانها وهتقوم، انما هي لو واخده على كده لا هتلاقي شالت وحطت واخدة على المساعده، انما احنا ننبهها ده حاجه كويسه قوي، مع لازم لازم تنبهيها. معايا تهاني؟ ايوه. زي حضرتك؟ زي صحتك؟ عامله ايه؟ الله يخليك، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. الله يخليكي. سؤال بسيط بس. ايوه اتفضلي. الفراوله لما باجي اعملها بيبقى الشربات بتاعها كتير قوي، ما بيعقدش معايا مع اني بحط ليمون وملح ليمون. ليه بتحطي قد ايه فراوله على قد ايه سكر؟ بحط كيلو الا ربع على الكيلو.
لا خليها نص كيلو. يعني الفراولة كيلو نص كيلو سكر. اه بس ما احطش اي حاجة تانية، ليمون بس. بلاش انا بحب عشان بخزنها عشان احفادي. بتحطش ايه معاها؟ نعم؟ بتحطش ايه معاها تاني؟ ملح ليمون وليمون عادي. بتحطش مية او اي حاجة؟ لا 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 انا بنقعها في السكر ساعات من بالليل الصبح احطها على البوتاجاز ابص الاقي الشربات بتاعها كميه كبيره قوي. لا سيبيه هيقعد. بصي بصي عامل معانا ازاي، ما هي بتغمق بتغمق مني لما بلاقيها بسيبها كتير. لا 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 مش هتغمق ولا حاجه. هي بصي بصي عامله معانا ازاي وانا سايباها الشربات الكميه الكبيره بتاعته. ساعات بحط عليه جيلي ينفع؟ لا طبعا ينفع. قبل ما تقفلي عليها بشويه صغيرين دوب الجيلي في ميه سخنه وحطيه عليها. يعني بكويين جيلي نص كوبايه ميه سخنه وروحي دلقيه عليها بس ميه سخنه وتروحي مقلبها بسرعه غلوتين واطفي عليها. هي يمسكها ده شويه هيمسكها وهي هتمسك لوحدها. يعني انت بس سيبيها على النار شويه هتمسك مش تغمق ولا حاجه ان شاء الله. يعني سيبيها لغايه ما تلاقي في خط بيعمل كده في ايدك خلاص حلوه جدا كده. اللي هو على اساس الشربات تقل شويه. تقل شويه مش قوي. تمام خلاص. شكرا ليكي جدا يا الله يخليكي. احط بقى هنا ايه توم. انا بص قلبتها غاد لونها مغير ازاي. هديها توم سنه جوز الطيب تمام كده. هجيب بقى ايه صينيه. معانا نورهان. الو صباحك. صباح النور. ازيك يا نورهان؟ ازاي يا حضرتك؟ عامله ايه؟ مبسوطه قوي ان انا بكلمك. ربنا يخليك الله يكرمك. انت عامله ايه؟ اول حاجه عايزاكي بس قولي انت خفيتي ازاي؟ ماشي ما تنسيش اوكي؟ تاني حاجه عايزاكي بقى ايه تقولي لي في مكرونه فوتوشيني انت كنت عملتيها عايزاكي تقولي لي الطريقه والمقادير. حاضر. ايه تاني؟ بالنسبه بقى للحماوات بقى يعني مش كل الحماوات يعملها دلوقتي. انا عيطت والام دي بتتكلم عن غير ابنها. لا لا مش الدرجات. انا عندي اختي بقى مش تبقى شرسه ولا حاجه. انا عندي اختي كانت يعني متجوزه يعني احنا عاملين كل حاجه لجوزها حلوه وهي كانت عامله كل حاجه لجوزها حلوه. امه بقى اللي كانت بقى ايه اللي كانت مولعه الدنيا يعني انت عارفه الجبروت. عارفه جبروت امراه؟ معلش. لا 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 ما شفتش جبروت يعني هتهدى. وابنها يعني ابنها كان فيه عيب واحنا ساكتين ومش بنتكلم وهي بقى ايه يعني مش بتسكت او تنكسر. لا 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 احنا اللي ساكتين وبنعملهم كويس وهي يعني ما سكتتش لما خربت على ابنها. يعني خربت عليه قبل كده مره وخربت عليه ثاني مره. طب وهو ايه كان موقفه؟ هو مع مامته ولا مع مراته؟ شخصيه معدوم الشخصيه. ما هو لما مع مراته كان بقى معاها انما هو معدوم الشخصيه سلبه شخصيته خالص. خالص يعني اللي زي دول ما يتقالش عليهم حموات يا حبيبتي. يعني الحموات اللي هي اللي فاتت ديت واخواتي واحنا وكده دول اللي احنا حموات انما ديت ما يتقالش عليها حما هي واللي زيها. لا مهما بس تعملي فيه يعني مهما تقولي مهما نكون بني ادم على فكره وعندها قلب وهتبقى برضه حنينه. مفيش قلب بالعشره كله بالعشره بيفوت. خلي بالك مفيش يعني لما تخرب على ابنها مره واثنين يبقى ديت ايه وبيبقى منها وهو منطاق ليها تماما يعني هنا رجعنا المشكله مشكله الراجل. ايوه وهي يعني هو لو كان يعني عزل بين الاثنين او راضى بين الاثنين كان هيبقى الامور ماشيه صح. كان كده هيبقى راجل ويتحط فوق الدماغ. كان هيراضي من غير ما يزعل مامته يعني راضي مراته من غير ما يزعل مامته. الام ربنا وصى بيها واللي ملوش خير في امه احنا ما نحترموش ملوش خير في حد. فعلا يبقى بما يرضي الله. زي ما هو يا مدام نجلاء هيتحاسب على امه هيتحاسب على مراته اكيد طبعا ايوه انا عارفه يعني معلش. الزوج لازم يعني يعدل بين الام وبين الزوجه أكيد. انما يبقى منطاق لوالدته كده او منطاق لزوجته. الوسط خير الامور الوسط. اكيد طبعا ربنا يهدي الحال. يا رب والله يا رب احنا بنقول دلوقتي احنا الحكايه بقت بين ثلاثه مش بين اثنين. يعني الواحد كان يقول الحما ومرات ابنها. لا فين اللي في النص بقى اللي ممكن يظبط الدنيا كلها اللي ممكن يراضي دي ويراضي دي وما يراضيش دي على حساب دي. لا لازم عنده عدل يعني لازم يبقى ايه ما اللي هو راجل ليه وليه نص التركه وليه حاجات كتير كده ليه؟ ما هو طبعا لازم بقى يقوم بالمهام كلها. تمام ان شاء الله ربنا يهدي الحال. ادي كده البطاطس
اللي انا حطيت معلقه من سمنه روابي وحطيت عليها بصلايه وشوحتها شويه مع شويه ملح وفلفل، نزلت عليها بطاطس مكعبات قطعتها مكعبات ونزلتها عليها وقلبتها مع بعض شويه، اديتها سن الثوم وادي دلوقتي وايه وحبه جوزه الطيب، هديها لبن حوالي كوبايه من اللبن وادخلها الفرن، كوبايه من اللبن وادخلها الفرن. ما انا عندي جبن هعمل فيها ايه؟ ما اقدرش احط الجبن دلوقتي. ليه ما اقدرش احطها؟ لان البطاطس نيه. اه انا مديها نص سوا هنا بس برضو ما خدتش السوا الكامل، الجبنه على ما انا ادخلها عليها هتلاقيها ساحت واحمرت قبل البطاطس ما تستوي. انا لا هدخل البطاطس زي ما هي كده، تاخد لها حوالي من ربع ساعه ل 20 دقيقه تكون استوت حلو قوي، اطلعها احط عليها الجبن وادخلها تاني، دوبك الجبن تسيح، عايزه تلونيها لونيها، مش عايزه سايحه خلاص، لو عايزاها سايحه بس طلعيها على طول، عايزاها تاخد لون محمر شويه سيبيها لما تحمر. اهم حاجه دلوقتي احنا وصلنا للخطوه دي، انا حطيت كوبايه من اللبن ودخلها الفرن علشان تكمل سوا. انا عايزاها تكمل ايه سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا شيرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيرين؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. زي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. انا اول مره اتصل بجانب والله. نورتيني. الله يخليك. بس بالنسبه للحموات انا عندي حماتي اهو داخله تقريبا في 7 سنين. ما شاء الله. ربنا يديها الصحه والعافيه. هي ام احمد الكبيره، انا ام احمد الصغير، عندي احمد وريتال. ما شاء الله. بس ربنا يديها الصحه والعافيه، هي صابره علينا وحنينه وعمرها ما زعلتنا خالص. ما شاء الله. وربنا يديها الصحه والعافيه. بقول لها كل سنه وحضرتك طيبه يا ماما، دي امي الثانيه. ما شاء الله. طبعا الله ينور عليك. حلو، شفتوا الجمال بقى؟ طبعا لازم في حاجات ايجابيه، حاجات كده وحاجات كده، فالدنيا مش كلها وحشه ولا كلها حلوه، في ده وده، فاحنا ايه لازم نستحمل، يعني لازم نعالج حياتنا، مفيش حد هيمشي كده. وزي ما اتفقنا هنجيب كله على الراجل برضه في الاخر بقى. مبسوط كده؟ بصوا كده ايه، ادي الرز ماشي، هنحط نغرف الرز كده كله، تحطي الكميه يعني الكبيره اللي هتقدميها بقى كلها، عشان ايه احط لها فحمه واحده لكلهم مع بعض. تمام. معانا هدى. الو. الو. ايوه ازيك يا مدام هدى؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. بصي يا مدام نجلاء، طبعا انا مبسوطه جدا على الاكل بتاعك وفرحانه جدا ان انا بتصل بيكي. اهلا وسهلا بيكي. عايزه اخش معاكي في موضوع الحموات. اتفضلي. انا طبعا مفصوله طبعا عن جوزي ومعايا ولد. بسبب طبعا حماتي. هقول لك بقى كنت بعمل معاها ايه، يعني انا عارفه ان انا هقول الحاجه دي على الهوا. كنت بحميها وزي ما بدهن لنفسي كريم، بدهن لها كريم، وكنت بعمل معاها كل ما يخطر على بالك. اعتبرها امي. أيوة. الله يرحمها طبعا ويحسن اليها. طبعا كنت بتبقى نايمه على رجلي وتقول لي انا بكرهك، ما بطيقش فيه، ما بطيقش. وانت كنت بتعملي ايه؟ طبعا ان انا اتطلقت من جوزي ومعايا ولد. وهي بتموت طلبت ان انا اروح اسامحها. انا طبعا ما رحتش بصراحه عشان ما اضحكش عليكي. يا ريت الحما تعمل مرات ابنها زي ابنها، زي بنتها. طبعا طبعا، معلش بس انت بس ان انا بعتبرها امي. انت كل اللي عملتيه ده في حسناتك. احسن من امي. اكيد. وانت كل اللي عملتيه ده في ميزان حسناتك، مفيش حاجه بتروح، خلي بالك. كل اللي عملتيه في ميزان حسناتك كله قاعد لك. بتمنى ان انا ابني، معلش انا بتكلم بسرعه عشان خايفه الوقت دي يخلص. على مهلك. انا بتمنى دلوقتي ان ابني لما يخطب انا عامل مرات ابني كانها بنت، عشان ابني يحبها وهي تحب ابني. طبعا. اتعلمتي بقى صح؟ اتعلمتي. انا بطلب طبعا انا بطلب من ابني ان انت تحبها عشان هي كمان تحبك. طبعا طبعا. يعني جوزك كان السبب ولا حماتك السبب؟ لا والله كانت حماتي السبب، وطبعا هو في طريق وانا في طريق دلوقتي. يعني هو ما عرفش يوفق ما بينكم ولا كان طلاق؟ طبعا. طلاق للاسف. لان كان بيمشي كان بيمشي على طاعه. نفس الوقت كان بيت عيله بقى. ايوه. فهي طبعا كنت بتبقى نايمه على رجلي كل انا بكرهك مش عايزاكي. معلش. بس انت عملتي معاها الخير وربنا يهدي الحال. يا رب ترجع لها مجاريها ان شاء الله. ربنا يهدي الحال.
ان شاء الله. بصوا بقى كده انا جبت فحميه. انا بصوا حضرتك السمك بالطريقه دي طبعا ممكن تقطعيه جزل صغيره، مش لازم تعمليه كله بالمقاس الكبير ده، ممكن تقطعيها كده ايه صوابع صوابع وتحمريها وترصيها في الاخر. نيجي هنا بقى هنحط ايه فحمه، بس عايزه ورقه الومنيوم. مفيش ورقه الومنيا؟ لا في الومنيا. نعمل ورقه الومنيا كده ايه صغيره. انا هعملها كده ليه؟ عشان اشيلها وارميها على طول. اوعي ترميها في الزباله. اي فحمه هنرميها في الحوض لغايه ما يعني تطفيها، يعني شلتيها من هنا في الحوض وعليها ميه، بعد كده ترميها في الزباله. الزبالة مليانة ورق، مليانة اكياس، ما ينفعش. تمام، انا هعمل حاجة كده هنا. انا البشبوري مش هنا معانا. ام هبة السلام عليكم. وسهلا الله وبركاته. ازيك يا شيخ نبلاء؟ ازيك يا ام هبة عاملة ايه؟ انت منورة الشرقية ومنورة مصر ومنورة الدنيا كلها. بوجودك الله يكرمك يا رب. الله يخليكي. انت عاملة ايه؟ يخليكي يا بنتي. يا رب احنا وانت يا حبيبتي، ربنا يخليكي. يا ست الكل تسلم ايديك على كل حاجة عملتيها. انا ست يعني كبيرة وحما وام وكل حاجة. ما شاء الله ربنا يديك الصحة. ناحية الحما اه وحدك اتقي الله في ولاد الناس. اه واللي بتحب ولادك جدعان اتقي الله في ولاد الناس. تمام، عشان تريح ولادها وهم رايحين شغلهم وهم رايحين ايوه صح يشوفوا اكل عيشهم وربنا يصلح لهم الحال يا رب. انا عندي بنتي بقول لها اتقي الله في حماتك. عاملاتك حلو عاملاتك وحش ربنا امرك كده. الله ينور عليك. يحب ولاده يتحمل حتى لو نسوين ولاده وحشين. الله ينور عليك. انا بكلمك وانت قدام مني وانا من الشرقيه من العزيه الشرقيه. يا اهلا بيكي. ربنا ويسال عني في كل حته يعني الحمد لله. بس ما شاء الله عندي ونسوين ولاد اثنين اعز من عينيا، وعندي بنت واحده غلاوتهم من غلاوه ولاد ما شاء الله. حتى لو زعلنا انا بقى على نفسي شويه عشان خاطر ولادي. صح الله ينور عليك. بيجوا برضو بحس انهم ولادي بيجوا يتاسسوا لي يبصوا راسي وبامشي اي زعل. الله ينور عليك. ولادي عندي ولادي غاليين قوي قوي قوي. حلو قوي الله ينور عليك. بتحب ولادها تتقي الله في ربنا وفي ولادها وفي ولاد الناس. الله ينور عليك. السلام عليكم يا ست. شكرا ليكي وربنا يخليك يا رب. يا رب احنا وانتي ويوفقك في بيتك وعيالك وتسلم لسانك. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. متشكره جدا ليكي، ربنا يخليكي ويا رب كل الحموات زيك ان شاء الله على خير. طيب دلوقتي انا هجيب بس حاجه نولع الفحمه دي وهنطلع في فاصل، نرجع على طول ان شاء الله في فاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. الصينيه دي هنا وهنعمل مع بعض دلوقتي حاجه حلوه. انا خليت هنا ايه، احنا كنا المره اللي فاتت حطينا البطاطس في الفرن كده، بصوا مع شويه اللبن بتسوي في اللبن. تمام، بتسوي في الايه في البطاطس. هسيبها تكمل سوا واروح عامله ايه جبن جنبي اهي عشان ما انساهاش. طبعا طبعا مش هنساها هي طبعا الوصفه كده. اروح حاطه الجبن على وشها ومطلعها فوق تسيح الجبن خلاص. فخليها شويه كمان كده. نعمل بقى دلوقتي حاجة حلوة. المربى بصوا، غربت المربى اهو، سبت الغطا مكشوف لغاية ما كل البخار بتاعها هيروح وبعدين اغطيها لغاية ما تسقع، تسقع تماما وبعدين اغطيها واشيلها في التلاجة. ماشي، دي مربى الفراولة بالكيوي، طعمها تحفة. عارفين تحفة ليه؟ يعني اللي ما بيحبش المربى هيحبها. مزازة الكيوي كسرت السكر الكتير بتاع الايه الفراولة والسكر احنا حطيناه. المزازة بتاعت الكيوي كسرتها، بقت طعمها حلو جدا. جربوها هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. ماشي، وادي كده انا غربت السمك حطيت له الفحمه. نشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا غطي حلو قوي عشان الفحمه تدي ريحه لايه؟ للسمك وللايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشيلها كده هنرميها فين؟ في الحوض. وننزل عليها ميه. تمام، ممكن بقى نحط هنا ايه طبق ميه فلفلايه اي حاجه. نحط لها حته ايه، حته من الطماطم كده.
ناخد حتة خضرة، ممكن روزماري مثلا، اي خضرة عندك بقى، بقدونس، كزبرة، اي حاجة. تمام كده خلاص. نعمل مع بعض دلوقتي طرت بجوز الهند والكريمه. هنعمل طرت حلو قوي، يعني قاعده من الطرت دي حاجه زي البسكوت، حطها في الايه في صينيه الطرت وبعدين اسويها، وبعدين اما تطلع اديها كريم شانتيه وجوز هند بس. فانا عندي هنا ايه، 3 كوبايات من الدقيق، 4 بيضات، كوبايه ونص من السكر، كوبايه جوز هند، وده جوز هند هحمصه علشان احطه على الوش ازين بيه، ومعايا معلقه صغيره بيكنج باودر وفانيليا وبشر برتقان وعصير ليمون. نعمل ايه؟ وطبعا معلقه كوبايه من سمن روابي، كوبايه من سمن روابي. دي قد ايه؟ ناخد، مش هسيحها طبعا عشان ده طرد، هناخد كوبايه من سمن روابي. الكوبايه دي هنعملها بقى في رحايه، تعمليها بمضرب الكهرباء زي ما انت عايزه. الكوبايه دي يعني 4 معالق كبار. كوبايه سمن روابي. كده هناخد ايه، 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه السكر، كوبايه جوز هند. انا عايزه يبقى طعم البسكوت او طعم الطرت بتاعها دوت طعمه جوز هند، ماشي؟ يبقى كله كده. اخلطهم مع بعض الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ام احمد. الو الو، ازيك يا ام احمد؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله، شكرا ليك على خير الحاجه تمام. الله يخليك يا حياتي، الله يكرمك. انت ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. انا كنت عايزه اتكلم حاجه بالنسبه لموضوع الحموات. اتفضلي. هو اهم حاجه جوزي، اهم حاجه تجربه جوزي، طالما رديتي حماتك هتبقى رديتي جوزي. طبعا. اعتقد جوزي بتستحمل اي حد. طيب الحمد لله، ربنا يكملك بعقلك. يا رب يا رب ان شاء الله. الله ينور عليك، حلو البنات العقله دي ما شاء الله. ربنا يهدي الحال يا بنتي، هو كل واحد بليه بس ايه دماغه، وكل واحد مخه مريحه، هي دي المشكله. احنا بس لو نطوع بعض كده وايه، وكل واحد يعني يحاول يقتنع باراء الاخرين، دي حاجه مهمه. انما طب كل واحد عارف ان هو اللي صح بس مفيش غيره هو اللي صح، دي مشكله كبيره جدا. بص انا بحاول احمص الايه، جوز الهند كده، اديله لون، حطيه في طاسه ما فيهاش اي حاجه خالص، هو جوز الهند بس، ولونه. ماشي، خليه بس دلوقتي كده عشان اخلص الاول العجينه الكارت بتاعتي دي. هناخد دي كده، ماشي، نخلي بس كل ايه كوبايه سمنه روابي تختلط بكل ايه بكل الكميه، وبعدين هنزل ايه السوائل هنا اللي عندنا، مفيش غير البيض وعصير الليمون، مفيش حاجه تانيه. الا بقى لو عوزتي يعني معلقه ميه، معلقتين ميه بس. نزل على الجوانب كده،
بول بيض، اربع بيضات، بيضه بيضه، فانيليا، اتنين باكو فانيليا، معلقة بيكنج باودر صغيرة صغيرة خالص، بشر برتقال او بشر ليمون برضو معلقة صغيرة جدا، معلقة كبيرة عصير ليمون، واخلط ده كله مع بعضه اهو. يبقى كده مقدار هنا عندي ايه؟ هقول من تاني. معانا دعاء. طيب يا دعاء، يا دعاء ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله انت يا اخبارك؟ تمام والله كويس. الحمد لله انا لسه اصلا في جديده قريب، يعني كام شهر بس. اه والله اكل جميل جدا والله، انا اتعلمت حبيبتك كتير خالص. ايه اخبار اكلك؟ طيب يعني مظبوط يعني. اتعلمتي امتى؟ قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ اتعلمنا من عند ماما شويه. اه وبرضه طبعا اكيد البيت بيعلم كتير يعني. يعني انت اتجوزتي وانت بتعرفي تشتغلي شويه؟ انا كنت طيب. بعرف على الاقل خالص البدائيات والحاجات برضه الكبيره برضه، بس مش قوي بقى. لا بس كويس يعني، برضه ما اتعلمتيش بيت الزوجيه على طول وبوظتي حاجات يعني، ولا بوظتي؟ اكيد طبعا بوظتي حاجاتي. ما احنا كنا عايزين نتخطى الموقف ده. طيب خير امور يا حبيبتي. رحتي فين؟ ماشي يا دعاء، كلمينا تاني معلش. دعاء تانية؟ يا دعاء، يا دعاء. ايوه ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بحبك خالص، صوتك نازلة. ربنا يخليك. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ انا بعرف اتكلم في موضوع الحماوات. اتفضلي. انا بحب حماتي قوي. وهي كويسه خالص معانا. ايوه. وبقول لامي، امي وحماتي كانت كويسه. وبحب خالص بحب اكلاتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. حماتي كويسه خالص. الانسان لازم يشكر ويعملنا بنور بالله، لان كما تدين تدان. الله ينور عليكي، الله ينور عليكي. الانسان طبعا لازم يتحمل، لان انا امي عاشت التجربه. كبرت كده. ايوه. حماتها تعاملها كويس خالص. بس بعد ما كبرت كان برضو اول الجواز كان كويس. ايوه. بعد كده بقت كويسه. والانسان كما يعني الانسان كما تدين تدان، لان اللي هتعمليه لحماتك بكره وبعدها هيتعمل. اكيد اكيد ان شاء الله. ينور عليك. ايوه هو كده. يعني احنا دلوقتي ما نبقاش متكيين قوي ان احنا ايه، لازم لما نعملها حلو تعملنا حلو، مش مشكله هنصبر زي ما قالت مامتها كده. ايه برضو نفس اللي حصل لها في الاول، كان صعب، بعد كده بقى كله حلو ان شاء الله. نصبر بس شويه ومحدش ايه ياخدها على اعصابه قوي، كله سهل واهوى من مشاكل كتير تانية. الحمد لله انها بتيجي على كده، الحمد لله وربنا يهدي الحال. انا بس ايه احط الصينيه التانية هنا كده خلاص. انا اخدت بس ايه دوك مسحه، هاخد العجينه بقى كده. بصوا ما شاء الله جامده جدا. العجينه دي مقاديرها ايه بقى معانا؟ نقول من تاني. مقادير عجينه الطرط اللي انا عملتها او عجينه البسكوت ديت، عندنا هنا اربع ثلاث كوبايات من الدقيق، ثلاث كوبايات من الدقيق، عشان شكلها كده الصينيه تطلع ايه كبيره صغيره عليها. شوف كده ثلاث كوبايات من الدقيق، ممكن تعمل صينيه تانية. هنديها كوبايه من السكر، كوبايه من السمن، ثلاث كوبايات من الدقيق، كوبايه من السكر، كوبايه من السمنه روابي، معلقه صغيره من بيكنج باودر، اربع بيضات، معلقه صغيره فانيليا، كوبايه جوز هند،
ومعلقة كبيرة عصير ليمون وبشر ليمون أو بشر برتقال. تاني نقول تاني، العجينة دي عملناها من ايه؟ بصوا كده، حطها كده. 3 كوبايات من الدقيق، دي هتعملي صينيتين على فكرة، المدار ده هيعملي صينيتين. 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، 1 كوباية سكر، 1 كوباية سمن، 3 كوبايات دقيق، 1 كوباية سكر، 1 كوباية سمن، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 4 بيضات و2 باكو فانيليا، 4 بيضات واتنين باكو فانيليا، 1 كوباية جوز هند. قلت ده كله مع بعضه، حلو جدا لما بقى عجينه بالشكل ده. هحطها في صينيه وابدا اديها ايه، شوكات كده. عشان ما تنفش معايا قدر الامكان. وممكن تحطي، ولو نفشت مش مهم يعني. ممكن تحطي عليها ورقه زبده وعليها فول. وتدخليها الفرن. تمام، ادي كده عجينه الطرت. سهله، سهله جدا ان شاء الله. ادخلها بقى الفرن. بصوا لو ادخلها الفرن هعمل ايه، هطلع الايه البطاطس قدامكم اهي، وهديها جبنة رومي، جبنة رومي مبشورة كده قد نص كوباية، ونص كوباية جبنة موتزاريلا، وادخلها الفرن لغاية الجبنة دي ما تسيح واطلعها. بس كده خلصت الطاجن بتاع الايه البطاطس، جامدة جدا. اطلعها بقى ايه من فوق، هي خلاص استوت، اطلعها كده الفرن من فوق، وادخل الطرت تحت على 180 درجة. واطلع انا فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. وفاصل ونواصل. على قد الايد ورجعنا من الفاصل، وبحمص في الايه بجوزة الهند، وحط لبن على النار. هعمل ايه باللبن؟ هعمل لكم هلبيه حلوه جدا جدا. بمناسبه الفراوله كانت عندي وعملت منها ايه مربى، زاد مني شويه قلت اعملهم هلبيه. نعملهم هلبيه ازاي؟ استنى بس ايه اشوح دول شويه كده وهقول لك هنعملها ازاي. انا حاطه 2 كوباية كبار من اللبن على النار يسخنوا. غمق دي سنه عشان انا هديها فوق الكريمه، فعايزاها تبقى مغيره لون. انا طبعا حتى جوز الهند هنا مش حاطه ولا اي حاجه معاها، تمام. وهجيبها هسيبها بحاجه تبرد علشان اقدر احطها على الكريمه. ما تسيحليش الكريمه، تبرد. تمام، انا عندي هنا هعمل مهلبيه. مهلبيه دي عباره عن ايه؟ لبن 2 كوباية كبار من اللبن، وعندي سكر فراوله دي مقطعاها صغير جدا وحط عليها سكر، ماشي. وعندي نشا 2 كوباية كبار من النشا، 2 كوباية كبار من النشا. ادي هنا سكر برضو للبن مش كتير عشان احط على الفراوله سكر كده، يعني حطيت ايه قد على المعلقتين على 2 كوباية اللبن 2 معلقة من الايه. بس كده ايه حاجه نقلب بيها. ادي كده 2 كوباية من اللبن عليهم 2 كوباية كبار من السكر. تمام، هياخد الفراوله اللي انا مقطعاها ونقعاها في الايه في السكر. اخد منها شويه هنا كده واخليها تغلي مع اللبن، واجيب هنا معلقه وانزل في كل كاس او كل طبق بتحطي فيه الفراولة المهلبية. بصوا كده، نحط محلقة تحت كده بس صفيها من المية بتاعتها كده، ماشي. وازود هنا
والباقي ايه في المهلبيه دي كده. حط عليها فانيليا عشان ريحتها حلوه. يا فانيليا يا ميه ورد يا ميه زهر. تمام؟ حطها كده. معانا مين؟ معانا فلة. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ الله يسلمك. عاملة ايه؟ الله يسلمك، ازيك يا أستاذة نجلاء؟ الحمد لله، ازيك أنت عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله، بصراحة مش لاقية كلمة أوصف بيها حضرتك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يكرمك يا رب. أنا ليه بس ثلاث أسئلة عند حضرتك؟ اتفضلي. هو حضرتك انا عندي صينيه الطرط بس القاع بتاعها مش متحرك، كل ما اعمل الطرط بتلزق فيها ما بعرفش اقلبها. طب ادهنيها كويس. ادهنها بس ولا ادهنها ورشها دقيق؟ لا ادهنيها بس حلو. ادهنها سمنه ولا زيت؟ ادهنيها سمنه او زيت او فرشاه ورق زبده اي حاجه. وبعدين اقلبها على طول بقى وهي سخنه ولا سيبها تبرد؟ لا سيبها تبرد، تبرد تماما. تبرد تمام. طب السؤال الثاني حضرتك بالنسبه لاشعال الفرن من تحت ومن فوق، ده حضرتك يعني استخدمه في جميع انواع الخبز ولا في حاجات معينه؟ كل حاجه من فوق ومن تحت. في كل حاجه لازم من فوق ومن تحت الحاجه تستوي معاكي. اللي من فوق ومن تحت دوت احنا بنفصله في حاجه واحده. لو انا مثلا انا ولعت الحاجه من فوق ومن تحت وبعدين جيت لقيت الحاجه من فوق احمرت وهي لسه ما استوتش، احطها في اللي فوق. او من تحت احمرت وهي من فوق، يعني من تحت احمرت ومن فوق لسه، اطفي اللي تحت واسيب اللي فوق. فاهماني ازاي؟ يعني احنا دلوقتي اللي فوق واللي تحت دوت لاسباب معينه. انا دلوقتي حاطه طارت مثلا او بسكوت او اي حاجه، لقيته من تحت احمر قوي ومن فوق لسه ابيض خالص، رحت اطفي اللي تحت. جيت مثلا عملت كيكه ولقيت وشها احمر وهي لسه ما استوتش، رحت اطفي اللي فوق. فاهمين ازاي؟ ده هو السبب بس، انما اي مخبوزات لازم نولع من فوق ومن تحت، لازم. اي كده ادي المهلبيه طبعا خليتها غليت، لازم تغلي. ماشي؟ اهي كده عشان النشا يستوي. اهو كده اهو. مهلبيه الفراوله حلوه جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها على الفراوله اللي انا حطها كده. بسم الله. قلنا بالمره الحاجه عندنا نطلع منها منتج تاني. لازم استغل الظروف. تمام كده. وانضف المكان كده حواليها. جوز الهند اخباره ايه لسه؟ انا عايزاه يبرد خالص. واطفي ده بقى. شكرا. ادي كده الايه المهلبيه بتاعتي. نزوقها بقى بفراولايه كده على الوش، شكلها لطيف. تمام كده. اشوف الفرن بسرعه بسرعه عشان الحق اعمل لكم الطرد. ادي حلو كده قوي قوي، مش لازم تحمر معايا كده. الجبنه ساحت والبطاطس طبعا شربت كل طعم الجبنه، والطرد لسه بيستوي، وده الطرد اللي عاملينه قبل الحلقه. نزوقه بقى بكريمه حلوه قوي على فكره، لو عملت الطرد ده في قوالب صغيره. ماشي؟ يعني انت لو عندك قوالب صغيره وسعرها مش غالي خالص، هتقسمي العجينه في القوالب دي وتسويها. تمام؟ هتيجي بقى تحطي عليها الكريمه او اي حاجه هتبقى لطيفه جدا وهي صغيره. اما تيجي تقطعيها ما تضايقكيش، يمكن القالب الكبير ده لما اجي اقطعه هيضايقنا شويه عشان الكريمه طبعا طريه قوي، تبقى عامله زي التورتايه كده، والبسكوته دي بتعتبر زي البسكوته ناشفه. ماشي؟ فالافضل افضل اللي احنا نعمله بقوالب صغيره. مفيش بقى ايه، اعمل ايه زي ما احنا عملنا كده، نتصرف يعني. مش الجيش بيقولك اتصرف، احنا الجيش. معانا هاجر.
ازيك يا هاجر؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك كتير قوي. الله يخليكي يا حبيبتي. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ليكي سؤال يا هاجر؟ لا شكرا، كنت بس بسال حضرتك بس. ربنا يخليكي يا حبيبتي، شكرا ليكي. شكرا ليكي يا هاجر. نمله كل قاعده الطرت كده بالكريمه. اسهل حاجه بالنسبه لك تعمليها. ماشي. ونرش جوز هند بقى كده عليها اللي احنا ملونينه ده. برد اهو، معقول يعني، هو لسه دافي شويه بس معقول. اديها لون كده عليها. وكده خلصنا حلقتنا النهارده، وعملنا مع بعض ايه؟ عملنا مع بعض الرز اللي بالسمك المدخن اللي هو عملناه بالفحم، وعملنا مع بعض مربة الفراولة اللي بالكيوي، وعملنا مهلبية الفراولة، وعملنا كمان الطاجن البطاطس اللي بالجبن، وعملنا طرت جوز الهند. ويا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. استنوني، هنام مع بعض اكل احلى واحلى. الى اللقاء.